يواصل المصريون أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الحدائق والمتنزهات، خاصة مع انكسار درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة. المزيد تنقله لنا جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري من حديقة الطفل وحديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر. جرمين اهلا بك، انقلي لنا الصوره لديك. نعم إيمان، بعد التحيه كل عام وكل المصريين بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نتابع معكم الاجواء الاحتفاليه للمواطنين بمناسبه العيد من مختلف الحدائق اللي موجوده في محافظه القاهره. البدايه هنا بنتحدث من حديقه الطفل بمدينه نصر، هذه الحديقه اللي تعتبر من اجمل الحدائق الموجوده في منطقه مدينه نصر، بتمتد على مساحه تصل ل 20 فدان، تتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة إلى جانب وجود أماكن للمشي والجري وأماكن مريحة للجلوس. أيضا بتقدم كل الخدمات للمواطنين، ففي منطقة خاصة بالمطاعم مما يجعلها طبعا يعني نزهة متكاملة للمواطنين طوال أيام العيد. بشكل عام محافظة القاهرة كان لها استعدادات خاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير في مختلف الحدائق والمتنزهات، أيضا التأكد من سلامة الألعاب الترفيهية اللي موجودة في مختلف الحدائق وإجراء أعمال الصيانة ليها، إلى جانب أيضا تجديد الحدائق وتطوير الأماكن المخصصة للجلوس وتطوير أيضا شبكات ري النباتات وتجهيز برامج ترفيهية في بعض الحدائق. هذه البرامج يعني تتكون من فقرات موسيقية، أيضا فقرة الأراجوز محببة لكل الأطفال في أيام العيد، وأيضا مختلف يعني الفقرات الترفيهية اللي أيضا فيها قطارات بتجوب الحدائق. أيضا تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتواجد داخل مختلف الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أي طارئ، أيضا زيادة أفراد الأمن لضبط الأمن داخل الحدائق وسماح للمواطنين للاستمتاع بالأجواء الممتعة داخل مختلف الحدائق والمتنزهات طوال أيام عيد الأضحى المبارك. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جزيلا على نقل الصورة من حديقة الطفل بمدينة نصر. أشكرك جرمين إبراهيم، كنت معنا على الهواء مباشرة.